السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوفوا دابا كيفاش نصاوبوا كونتور اسانكرون موديلو 7، يعني اون براتيك في لابليكاسيون ديال ايزيس. هنا بما اننا غادي نخدموا ان شاء الله يعني براتيكمون، غادي نديروا واحد الاطلاله صغيره على لي سيركوي انتيغري اللي عندنا في البروغرام ديالنا، يعني في البروغرام ديال القسم. كما كتلاحظوا معايا هنايا، يعني لي سيركوي انتيغري ديال لي باسكول تي والشيكا اللي عندنا في البروغرام ديال القسم هو 74 74 74 76. اوكي، هاد 74 74 ديال هاد السيركوي انتيغري فيه جوج ديال لي باسكول دي، واخا يعني هاد 74 74 ديال لي باسكول دي. بالنسبه لهاد السيركوي الثاني ديال 74 76 اش كنلاحظوا فيه؟ فيه جوج ديال لي باسكول جي كا. اوكي، يعني هذا ديال الباسكول جي كا، فيه لي باسكول جي كا. تري بيان، هادو هما لي سيركوي انتيغري اللي كنخدموا بهم بزاف في القسم. وكاينين يعني دي باسكول اخرين، اوكي، راه كاين بزاف ديال لي باسكول، يعني بزاف ديال لي سيركوي انتيغري باردون، غير اللي كنخدمو بهم حنايا غالبا هما هادو، وهما اللي غادي نخدمو بهم حتى دابا ان شاء الله في البروغرام ديالنا، في لابليكاسيون ديالنا ديال ايزيس. واحد الملحوظه مهمه، حيت كنلاحظ بزاف ديال الدراري كيغلطوا فيها، اللي هي حنا هنا في هاد السيركوي ديالنا اللي عندنا ديال 74 74 اشنا هو الباسكول اللي عندنا فيها، اش من نوع ديال الباسكول كاين عندنا؟ حيت كما كنعرفوا كما لاحظتوا معايا في الكور، يعني راه كاين بزاف ديال لي باسكول. كاين الباسكول اللي كيخدم في الفخومونطون، يعني لونت، يعني الاورلوج ديالو كيخدم في الفخومونطون، وكاين اللي كيخدم الاورلوج ديالو في الفخون ديسوندون. اوكي، وكاين اللي كيكون عنده لي زونتري دو فورساج كيخدموا في النيفو او، وكاين اللي كيخدموا لي زونتري دو فورساج ديالو في النيفو با. يعني كاين بزاف الانواع ديال لي باسكول، يعني خاصكم تردوا البال مزيان لهاد النقطه، اش من نوع ديال الباسكول اللي عندنا حنايا في هاد سيركوي انتيغري. اللي كنلاحظوا انه عندنا باسكول دي اكتيف، اشنو؟ واش الفرومونتو ولا فرون ديسوندون؟ كنلاحظوا ما كاين لا نقطه لا والو، ياك، يعني اكتيف سور فرومونتو. Donc, des entrées de forçage malhomme sont actives dans le niveau bas. Je vais vous dire que c'est le niveau bas. Vous comprenez? Donc, si vous avez une théorie, 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 vous avez une السيركوي ديالنا تيوريكمون نظريا، غادي خصنا نرسمو لي باسكول اللي عندنا في السيركوي انتيغري. شنو هو الباسكول اللي قلنا عندنا هنايا؟ يعني عندنا كيخدم الباسكول دي في الفرومونطون، و لي زونتري دو فورساج ديالو كاينين في النيفو با. دونك هذا هو السير الكونتور يعني اللي غادي نصاوبو ان شاء الله، كونتور اسانكرون موديلو 7 ا باز دي باسكول دي اكتيف سور فرومونطون دون دي زونتري دو فورساج سون اكتيف دون لو نيفو با. دون لو نيفو با، اوكي، كنظن باين الفكره هنايا، ياك؟ يعني حاولوا تردوا البال مزيان اش من باسكول باش خدامين، حيت كاين الخطا اللي كيطيحوا فيه الدراري. شنو هو؟ هو انهم كيكونوا شادين واحد السيركوي، يعني فيه واحد واحد الباسكول شي نوع، اوكي، مثلا المهم شي باسكول شي نوع، وكيجيو كيبغيو يديروا ليه سيمولاسيون يعني في ايزيس. ملي كيجيو كيجربوه كيصاوبوه في ايزيس ما كيخدمش ليهم. علاش ما كيخدمش ليهم؟ حيت هذاك الباسكول اللي كانوا داروه هما في التيوري راه ماشي هو الباسكول اللي عندهم في الواقع، يعني في ايزيس ولا في تفغيل مونطا في الواقع، يعني لي كومبوزون ديال بصح. راه خاص يكون داكشي اللي عندك في التيوري، الباسكول اللي عندك في التيوري هو الباسكول اللي عندك في البراتيك، مفهوم؟ بالنسبه لهاد
السيركوي ولا هاد السيركوي انت الكريد الثاني اللي عندنا هاد الباسكول جيكا اش منو كنلاحظوا هنايا كاين الكلوك الكلوك هو الاورلوج او واحد المثلث صغير هنا مطور هنا دونك هذا هو الاورلوج هاد الاورلوج فاش كيخدم كيخدم في النيفو ولا باردون كيخدم في الفرون ديسوندون و لي زونطري دو فورساج مالهم كيخدموا في النيفو با يعني ملي غادي نخدموا ان شاء الله الكونتور ديالنا باستعمال لي باسكول جيكا هاد كما كتشوفوا هنايا كونتور اسانكرو موديل 7 اباز دي باسكول جيكا غادي خصو يكون اكتيف سور فرون ديسوندون دون دي زونطري دو فورساج سون اكتيف دون لو نيفو با و موا ديال السمنة هنايا في هاد هنا في الفوق درنا اليوم نيفو فرون ديسوندون و لي زونطري دو فورساج درنا اليوم نيفو با دونك كما قلنا بالنسبه لي سيركوي انتغري خلاصه اللي شفنا دابا يعني عندنا جوج ديال لي سيركوي انتغري في البروغرام ديالنا كنخدموا بهم دابا بزاف اللي هما 74 كيكون خاص بلي باسكول دي و 74 76 خاصين بلي باسكول جيكا وكما قلت لكم يعني ردوا النوع ديال ردوا البال النوع ديال الباسكول اللي عندنا هذا الباسكول اللي هنا شنو هو راه كيخدم في الفرون مونطون دون دي زونطري دو فورساج سون اكتيف دون لو نيفو با بالنسبه لهنايا كيخدم الباسكول جيكا في الفرون ديسوندون و لي زونطري دو فورساج ديالو مالهم كيخدمو تا هما في نيفو با دابا غادي نحاولو نشوفو كيفاش نصاوبو الكونتور اسانكرون موديل 7 يعني باستعمال هاد الباسكول لي عندنا اباز دي باسكول دي اكتيف سور فرومونتون دون دي زونطري دو فورساج سون اكتيف دون لو نيفو با ونشوفكم من بعد الفاصل على بركة الله باش نصاوبو دابا هاد الكونتور اللي عندنا ان كومبلي يعني خاصنا نديرو ثلاثة ديال الخطوات اساسيه كما كنت قلت لكم في الفيديو السابق يعني دائما ملي كيكون عندنا كونتور اسانكرون ان كومبلي كنديروا هاد ثلاثه الخطوات اللي اساسيه اول حاجه خصنا نعرفوا عدد ديال لي باسكول الضروريه حنا دابا حاليا عارفين شنو هو عدد ديال لي باسكول اللي خاصنا يعني خاصنا ثلاثه وكنا قلنا علاش يعني في الفيديو السابق كتذكير بما انه عندنا زعما هاد موديل 7 يعني رقم 7 محصوره بين جوج اس 3 و جوج اس جوج يعني و 7 هاد جوج اس 3 هي 8 و جوج اس جوج هي 4 دونك كمثال تبسيطي كنا قلنا يعني الا عندي 7 ديال البيضات اين بلاطو فين نقدروا نحطوهم واش بلاطو اللي كي ديال 8 ولا واحد البلاطو فيه ديال 4 يعني منطقيا يعني هاد 7 البيضات نقدروا نحطوهم في البلاطو ديال 8 داكشي علاش حنايا هاد جوج اس 3 هاد 3 قلنا كتعني عدد لي باسكول يعني غادي نحتاجو 3 ديال لي باسكول مفهوم اش بغيت نقول هنا ياك داكشي علاش رسمنا 3 ديال لي باسكول الخطوه الثانيه دابا اللي غادي نديرو هي غادي نتراسيو لو شيما دان كونتور ولا دي كونتور كومبلي يعني على حساب شنو عندنا بما انه عندنا حنايا هنايا كونتور اسانكرون موديل 7 يعني كونتور غادي نتراسيو شيما ديال كونتور كومبلي بطريقه عاديه عاد في الاخير ان شاء الله غادي نتراسيو لي زونطري دو فورساج افيك دي بورت لوجيك دو باس يعني غادي نتراسيو لي زونطري دو فورساج باستعمال لي بورت لوجيك دو باس المهم نديرو الخطوه الثانيه ديالنا دابا وغادي نحاولو نتراسيو شيما ديال الكونتور كما قلنا كومبلي اول حاجه كنديرو يعني كنديرو السينيال ديالنا ديال جهاز ديال الاورلوج بالنسبه لهنايا اشنو كنلاحظو يعني شكون هو اللي مهم لينا واش هاد كيو ولا كيو بار بما انه ديك العلامه اللي كنا كنقولو بما انه عندنا كونتور يعني واحد العلامه طالعه الفوق واحد البار طالعه الفوق
وعندنا هنايا الباسكول ديالنا لي باسكول كيخدموا في الحاله ديال فرون مونطون، يعني تاي بار طالع الفوق. دونك حتى حنايا غادي نحتاجو الكوبار، يعني بار كنعاودو ناكدوها. دونك كوبار الشيء اللي غادي ناخدو، يعني غادي ناخدو كو بار ونبرونشيوها مع لونطري ديال الاورلوج ديال الباسكول الثاني. وغادي ناخدو هاد كو بار ديال الباسكول الثاني ونبرونشيوها مع الاورلوج لونطري ديال الاورلوج ديال الباسكول الثالث. تري بيان، اش باقي لينا دابا؟ يعني الخطوة اللي عندنا اخرى هي غادي نبرونشيو هاد لونطري دي مع لا سورتي كوبار باش يبقى الباسكول ديالنا كيعكس الاطا ديالو. هنا تا هو لا ميم شوز، وهنا تا هو دي نفس الطريقة غادي نديرو ليه، يعني نبرونشيو مع كوبار ديالو. تري بيان، وفي الاخير نخرجو لي سورتي ديالنا. هاد الاولى سميتها كو ا، هادي كو بي، وهادي كو سي. تري بيان، وحنا درنا دابا الخطوه الثانيه ديالنا. الحاجه الاخيره اللي بقات لنا هي نتراسيو لي زونطري دو فورساج افيك دي بورت لوجيك دو باس. كيفاش غادي نديرو؟ كما كنا قلنا في الفيديو السابق، حنا كنلاحظو هنا في الطابل دو فيريتي، يعني ان هاد الكونتور كيحسب لينا من صفر حتى لرقم 6، يعني 0 1 2 3 4 5 6 وكيخصو يرجع للزيرو. شنو هو الرقم اللي قلنا خاصو يكون ميبانش لينا في لافيشور ديالنا؟ يعني الرقم اللي خاصو ميبانش لينا هو 7. الارقام اللي خاصهم يبانو شكون؟ 0 1 2 3 4 5 6، وخصو يرجع ديريكت للزيرو. يعني هاد الرقم 7 خاصو ما يبانش، مفهوم؟ وشكون هو الرقم اللي خاص يبان بلاصتو؟ هو رقم 0. تري بيان، حنا هاد رقم 7 شنو هو لي كومبينيزون ديالو؟ هو 1 1 1. ورقم 0 شنو هما لي كومبينيزون ديالو؟ هما 0 0 0. داكشي علاش حنا ملي غنجيو دابا للسيركوي ديالنا شنو غادي نديرو ليه؟ غادي نخرجو واحد الخيط، يعني من هاد أ وغادي نخرجو واحد الخيط من هادي ديال بي ونديرو ليهم واحد بورت لوجيك. يعني إلا كان هنايا أن وهنايا أن، هو نورمالمون كاع باش نبسط لكم كتر راه نقدروا نديروهم كلهم في بورت لوجيك واحد. اوكي، يعني نقدروا نجروا هذا الخيط وهذا ونجروا واحد الخيط اخر من هنا وندير لهم بورت لوجيك فيه ثلاثه ديال لي زونطري. مي غالبا غير هو في، يعني حتى في القسم غالبا كيكون عندنا لي بورت لوجيك ديال جوج لي زونطري. داكشي علاش غادي نحاول نخدم معكم هنايا بجوج لي زونطري. اوكي، نحاولوا كان نخدموا بجوج لي زونطري. اما هذيك ديال ثلاثه راه كما قلت لكم راه ساهله، غير وكان ما كاينش لي كومبوزون بزاف، ما كيكونوش عندكم بزاف يعني في لاتولي. دونك نحاولوا نديروا واحد بورت لوجيك هنايا، نديروا حنا غير ديال الاي. يعني الا كان هنايا ان وكان هنايا ان، غادي يخرج لينا هنا في لا سورتي يخرج لينا ان، وهاد ان غادي نبرونشيو مع من؟ غنبرونشيو مع هاد، خرج واحد الخيط من هاد السين نبرونشيو معاه. اوكي، نبطو من لتحت ونديرو لهم واحد البورت لوجيك اخر يجمع بيناتهم. يعني الا كان هنايا اش كنلاحظو ان ان غادي يخرج لنا ان، وهاد ان الا جمعناه مع هاد ان الاخرى يعني ان ان، اش خاص يخرج لينا في لاسورتي؟
اشنو خاص يخرج لينا في هاد لا سورتي؟ كنلاحظوا عندنا يعني هاد لي بريسيت والكلير باش كيخدموا كيخدموا بنيفو با، ونيفو با هو زيرو، يعني خاص هنا لا سورتي خاص تخرج لينا زيرو باش نقدروا نكومونديو هاد لي بريسيت ولا الكلير. اوكي خاص يكون خرج لينا هنايا زيرو. شنو هو البورت لوجيك اللي غادي يخرج لينا زيرو؟ هو الاند. لو اننا درنا اي درنا الاند اش كان غادي يخرج لينا؟ غادي يخرج لينا ان، وحنا ان راه ما كيخد يعني هاد لي زونتري دو فورساج ما كيخدموش ب ان، كيخدموا باش كيخدموا بزيرو، يعني اللي مناسب لينا حنايا هو بورت لوجيك ديال الاند. ودابا هذا فين غادي نبرونشيوه؟ مفهوم اش كنقول هنا الشباب ياك؟ هنا خدينا ان ان ان، علاش؟ حيت إلا بان لينا هنايا أن 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 خاصنا نكومونديو يعني لي باسكول ديالنا باش يبينو لينا زيرو، بحيث أن الباسكول الأول كيو أ خاص يخرج لينا زيرو في لاسورتي ديالو، أوكي؟ أو كيو بي خاصها تاهي تخرج لينا زيرو في لاسورتي ديالها، أو كيو سي تاهي خاصها تخرج لينا زيرو في لاسورتي ديالها. وكيفاش غادي نجعلو حنايا هاد الباسكول الاول اللي خرج لنا لا سورتي؟ واش نكومونديو ليه الكلير ديالو ولا نكومونديو ليه البريسيت ديالو؟ اللي غادي يسهل لنا يعني اللي غادي يجعل لنا الباسكول ديالنا يخرج لنا زيرو هو الكلير. داكشي علاش كنجيو وكنبرونشيو مع الكلير ديال الباسكول الاول. بالنسبه للباسكول الثاني حتى هو مالو خاصو يخرج لنا زيرو، داكشي علاش حنا هاد الباسكول الثاني غادي نكومونديو ليه يعني الكلير ديالو، والثالث حتى هو غنكومونديو ليه الكلير ديالو. علاش؟ حتى هو خاصو يخرج لينا زيرو. نتمنى الصوره تكون واضحه لكم. وشنو كنديروا دابا هنايا؟ يعني كما قلت لكم الا كان هنايا ان 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 يعني هاد الرقم خاصو ما يبانش، كيت كومونداو كنكومونديو يعني ليكلير ديال هاد الباسكول باش يخرج لينا زيرو اوتوماتيكمون. مفهوم؟ راه كنا شرحنا هاد الفكره مزيان في الفيديو السابق. الى عندكم شي سؤال يمكن لكم تخليوه ليا في كومونتير باش نحاولوا نوضحوا اكثر الى كانت خاصكم شي حاجه. اوكي على العموم كنظن الفكره واضحه. دابا حاليا غادي نحاولوا نديرو سيميلاسيون في ايزيس في لابليكاسيون ديال ايزيس. يلا تحيه لكم، ما تنساوش تشجعونا بالضغط على زر لايك بالضغط على زر لايك باش نقدموا المزيد ان شاء الله. يلا تحيه لكم ونشوفكم من بعد الفاصل. على بركة الله نشوفو دابا السيمولاسيون ديالنا ديال هاد الكونتور سانكرون موديلو 7. هنا ندخلو لابليكاسيون ديالنا البروغرام ديالنا ديال ايزيس. اوكي نشوفو دابا يعني لي كومبوزون لي غادي خصنا نخدمو بيهم. اول واحد اللي عندنا هو 74 74، كما كتلاحظوا معايا هنا في السيركوي ديال الباسكول دي يعني خدام في الفخون مونطون، و لي زونتري دو فورساج سون اكتيف دون لو نيفو با. اوكي نختاره. اشنو غادي خصنا؟ ايضا غادي خصنا واحد ديكودور يعني نديرو 74 47. اوكي نديرو ليه لافيشور ديالو 7 سيغمون، يكون عندهم الكوم مثلا هو الانود، عندهم انود كوما.
غادي خصنا ايضا يعني دوك لي بورت لوجيك دو باز كنا استعملنا واحد ديال الاند استعملنا واحد ديال الاند واستعملنا واحد ايضا ديال الناند. اوكي دونك هادشي اللي كنلاحظو هنايا عندنا في خاصنا في لي كومبوزون حاليا. تري بيان. غادي نحتاجو ثلاثة ديال لي باسكول نحطهم هنايا من الاولين. نسبقوا يعني داك التراساج كما كنت كنقول لكم يعني ديال الكونتور كومبلي نرسموه. هنا غادي نتلاقاو الباور هنا الجراوند ما محتاجهمش دابا. اللي غيخصنا هو الاورلوج الكلوك غادي يكون هنا. اوكي هو هذا دونك نحطو الكلوك ديالنا ونبرونشيوه الجهاز ديال الاورلوج نبرونشيوه مع لونطري ديال الاورلوج ديال الباسكول الاول. من بعد غادي نبرونشيو لا سورتي كوبار مع لونطري ديال الاورلوج ديال الباسكول الثاني وناخذ هذه المره كيو بار تاع الباسكول الثاني نبرونشيوها مع لونطري ديال الاورلوج ديال الباسكول الثالث. اوكي هكا مزيان. الخطوه الاخرى اللي عندنا هي غادي نبرونشيو دي مع كيوبار. ناخذ هاد لونطري ديال تي تا هي لا ميم شوز نبرونشوها مع كيوبار باش يبقى عكس باش الباسكول ديالنا كيبقى عكس الايطا ديالو. انا حتى هو نفس الطريقه يعني دي مع كيوبار. اوكي ونخرجوا دابا لي سورتي ديالنا. نخرجوا مثلا هذه الاولى نحطوها هنا مزيان. نخرجوا لا سورتي الثانيه و لا سورتي الثالثه. احنا دابا صوبنا كونتور كومبلي مفهوم. اللي غيبقى خاصنا يعني نديرو ليه دوك لي زونطري دو فورساج كما كتلاحظوا معايا في الشيما اللي صوبنا تيوريكمون. يعني غادي نحتاجو لهذا الاند هو الاول دونك نحطوه هنايا. نجيبو الخيط الاول ديالنا ديال كيو ا نبرونشيو معاه او كيو بي تاي نبرونشيو معاه. اوكي نحطو البورت لوجيك الثاني اللي عندنا نقلبو يعني نحاولو نديرو نفس الشكل تقريبا. نديرو هكا نقادوه مزيان. نجيبو هاد الخيط ديالنا الاول ندخلوه للونطري ديال البورت لوجيك ديال الناند وناخدو الخيط الثاني ديال هاد كيو سي ونبرونشيوها مع
لونطري ديالنا ديال بورت لوجيك الناند. في الاخير شنو بقى لينا؟ يعني غادي ناخذ هاد لا سورتي ديال بورت لوجيك نبرونشيوها مع الكلير. هنا تا هو لا ميم شوز، نبرونشيو مع الكلير. هنا تا هو غنبرونشيوه مع الكلير. اوكي، وحنا كنكونو صوبنا يعني الكونتور اسانكرون ديالنا، موديلو 7 ا باز دي باسكول تي لي اكتيف سور فرومونتون ا با دون دي زونتري دو فورساج سون اكتيف دون لو نيفو با. غير هنا باش نخدمو مزيان ونشوفوه مجموعين، يعني نحاولو نديرو لافيشور ديالنا. داكشي علاش غادي نحتاجو هو الاول، انا هو لافيشور ديالنا نحطوه. اوكي، باش يخدم هاد لافيشور خاصنا نديرو ليه ديكودور، ديكودور ديالو اللي مناسب ليه اللي هو هذا 74 47. نبرونشيو بيناتهم كا كلهم. مزيان. بالنسبة لهاد لونطري ا يعني كندخلو ليها كيو ا فهم، وهاد لونطري بي تندير ليها كيو بي، ولونطري سي كندير ليها كيو سي. هادشي اللي غادي نحاولو نديرو دابا. نو ما جاناش هادو مقادين، دونك افضل شنو نحاولو نديرو، نحاولو كاع نطلعو هادا شويه الفوق، الى طلع لينا راه مزيان. اوكي، طلع لينا شويه الفوق افضل. واخا نجيو دابا هادا، ونديوه لهاد الاول. بالنسبة للثانية نبرونشيوها مع الثاني، وهاد الثالثة نبرونشيوها حتى هي مع هاد لاصورتي كيو سي. بالنسبة لهاد كيو دي يعني خاص يكون فيها زيرو، باش يكون فيها زيرو غادي نديرو ليها الجراوند، نديرو ليها الجراوند حيت خاص يكون فيها كما قلت لكم خاص يكون فيها زيرو. بحال ما خدامينش بيها. اوكي، هاد الثلاثه باش يخدموا هما كنبرونشيوهم كنعطيهم الان باش يخدم لينا الديكودور ديالنا. الان هو الباور، نحطو الباور ديالنا هكا ونجيو نبرونشيو معاه. هنايا حتى هذا كنجيو كنديرو ليه الباور ديالو، يعني كنبرونشيو مع هذا نيت مفهوم. ودابا نجربو الكونتور ديالنا نشوفوه مجموعين على بركة الله. بسم الله. 0 1 2 3 4 5 6 0 كيعاود يرجع للزيرو، متفقين؟ 1 اتسيتيرا 2 كما كتلاحظو 3 4 5 6 ويرجع للزيرو. وهذا هو الكونتور ديالنا اسانكرون موديلو 7. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا. كما كتلاحظوا يعني هاد الكونتور اللي صوبنا دابا هو اللي كاين عندنا ايضا يعني في الرسم ديالنا اللي صوبنا تيوريكمون. يلا تحياتي لكم، ما تنساوش تشجعونا على تقديم المزيد بالضغط على زر لايك، شاركوا الفيديوهات مع اصحابكم اللي تعم الفائده، ونشوفكم يعني بالنسبه نشوفوا بالنسبه للكونتور باستعمال هذه المره الباسكول جيكا، وحاولوا تصوبوا هذه المره نتوما راسكم هو الاول، من بعد شوفوا الكوريكسيون. اوكي، يلا تحياتي لكم ونشوفكم من بعد الفصل بحول الله.
نشوفوا دابا بالنسبه يعني الكونتور سانكرومودولوسات باستعمال هذا الباسكول الجيكا. دونك كما قلنا يعني اول حاجه كنديروا خصنا نعرفوا عدد لي باسكول، عندنا ثلاثه ديال لي باسكول. ثاني حاجه اللي كنديروا هي كنتراسيو الشيما ديال كونتور ولا دي كونتور كومبلي، بما اننا غادي نخدموا دابا نيت كونتور يعني غادي نحاولوا نصاوبوا الشيما ديال بحال شي كونتور كومبلي. دونك هذا الاول عندنا فيه كنبرونشيو الجهاز ديال اورلوج. بالنسبه لهنايا شكون اللي غادي نحتاجو؟ واش الكيو ولا الكيو بار؟ العلامه ديالتنا كما شفنا عندنا فرومونطون الباسكو باردون، في هذه الحاله عندنا الكونتور، اكيد عندنا الكونتور وعندنا الباسكول خدام في الحاله ديال فرون ديسوندون. اذا اللي غادي نحتاجو هو كيو. عندنا بار طالع على الفوق وكنضربو عليها يعني هبطات يعني كنضربو عليها، دونك اللي كيبقى لينا هو كيو عاديه. داكشي اللي كنديرو حتى حنايا يعني اللي كيهمنا هو كيو، كنبرونشيوه مع لونطري ديال اورلوج ديال الباسكول الثاني. وهنا هاد لا سورتي كيو تاع الباسكول الثاني كنبرونشيوها مع لونطري ديال اورلوج ديال الباسكول الثالث. تري بيان. بالنسبه لهاد جي و ك، كنشدوهم كنبرونشيو نجمعوهم بجوجهم ونعطيوهم بجوجهم يعني ان. واخا هنا حتى هو لا ميم شوز، نجمعوهم بجوجهم ونعطيوهم ان. وهنايا ايضا كنجمعوهم بجوجهم ونعطيهم ان باش كيبقاو يعكسوا لينا زعما هاد لي باسكول ليطا ديالهم، يعني كل مره كيبقاو يعكسوا الايطا ديالهم. وفي الاخير نخرجوا لي سورتي ديالنا بحيث ان هادي هي كيو ا وهادي كيو بي وهادي هي كيو سي. تري بيان. الخطوه الثانيه درناها، اخر حاجه بقات لنا هي نتراسيو لي زونتري دو فورساج افيك دي بورت لوجيك دو باز. يعني كنديروا نفس الطريقه اللي درنا بالنسبه لهذا المثال الاول. اوكي الحاجه اللي كتهمنا هنايا اللي هي كما كتشوفوا هنا في الطابل دو فيريتي، يعني الرقم اللي خاصو ما يبانش هو رقم 7 ولي كومبينيزون ديالو هما 1 1 1. يعني هاد البلاصه ديال لي 1 خصنا نخرجوا منها الخيوطات ديالنا. دونك عندنا هاد كيو ا نخرجوا منها واحد الخيط، اوكي ديال الضو، واحد السلك ديال الضو. هنايا كيو بي حتى هي غادي نخرجوا منها واحد الخيط ديالنا ديال الضو، اوكي، ونديروا ليهم بورت لوجيك ديال اي كما درنا في داك المثال الاول. ونخرجوا هنايا خيط، اوكي نخرجوا لا سورتي ونحاولوا نجمعوها يعني مع هاد كيو سي، يعني ونديروا لهم واحد البورت لوجيك غيكون ديال الناند. علاش هذا ديال الناند؟ باش الا كان هنايا ان ان غادي يخرج ان في لا سورتي، وهاد ان مع ان ديال كيو سي غادي تعطينا زيرو هنا في لا سورتي. وحنا اصلا عندنا هاد لي زونطري دو فورساج ديال هاد لي باسكول كلهم كيخدمو بنيفو با، يعني كيخدمو بالزيرو، يعني حنا خاص يخرج لينا هنا الزيرو باش نقدرو نكومونديو لي كلير ديال هاد ثلاثة لي باسكول. إلا كوموندينا الكلير ديال هذا غادي يعطينا الزيرو، هذا تا هو غادي كوموندي الكلير ديالو باش يعطينا الزيرو، وهذا تا هو غنكومونديو الكلير ديالو باش يعطينا الزيرو، مفهوم؟ يعني غيخرج لينا هنا زيرو زيرو زيرو، اللي هو عندنا في هاد
طاب دو فيريتي 0 0 0، يعني هذا هو الرقم اللي خاصو يبان. يعني ملي يكون عندنا ان 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 كنكومونديو لي كليير تاع لي باسكول تاع الكونتور ديالنا باش يعطيونا ديريكتومون، يعطيونا الزيرو. مفهوم؟ دونك هذا هو السيركوي ديالنا ديال كونتور اسانكرون موديل 7 ا باز دي باسكول جي كان اكتيف سور فرون ديسوندون دون دي زونتري دو فورساج سان اكتيف دون لو نيفو با. دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا ليه سيمولاسيون، يعني نديروا في لابليكاسيون ديالنا ديال ايزيس. على بركة الله نشوفوا دابا كيفاش نصوبوا كونتور اسانكرون موديل 7 باستعمال باسكول جي كان ديال سيركوي انتيغري 74 76. اوكي، اول حاجه يعني غادي نختاروا لي كومبوزون اللي غنخدموا بهم. اول واحد عندنا اللي هو 74 76، كما كتلاحظوا معايا نفس السيركوي ديال هذا الباسكول جي كان، يعني كيخدم في الفرون ديسوندون، اورلوج ديالو كيخدم في الفرون ديسوندون، و لي زونتري دو فورساج ديالو كيخدموا في نيفو با. دونك نختاروا هذا و غادي نحتاجو يعني واحد البورت لوجيك ديال اند كما درنا في التيوري، وايضا خصنا بورت لوجيك ديال الناند. اختاروا تا هو منو واحد مزيان. ايضا غادي نحتاجو لافيشور ديالنا، يعني غادي نديرو سات سيغمون يكون عندو انود كومان، ونديرو الديكودور ديالو اللي مناسب اللي هو 74 47. اوكي مزيان، دونك هادشي اللي غادي نحتاجو حاليا. نحطو هنايا الباسكول ديالنا جيكا، نحطو الثاني ونزيدو الثالث، حيت غادي نحتاجو ثلاثة ديال لي باسكول كما قلنا. دونك هذه أول خطوة قلنا كنديرو، يعني كنحطو عدد لي باسكول اللي محتاجينهم. ثاني حاجة قلنا كنديرو يعني كنرسمو شيما ديال كونتور كومبلي، بما أنه حنا غادي نصوبو كونتور يعني نديرو كونتور كومبلي كما كتلاحظو معايا هنا في الشيما لتحت، يعني نسبقو الجهاز ديال الأورلوج، نحطوه هنايا ونبرونشيوه مع لونطري الأولى. بالنسبة لاسورتي كي نشدوها ونديروها مع لونطري ديال الأورلوج ديال الباسكول الثاني. هنا تا هو ميم شوز، يعني غادي ناخدو هاد كي ديال الباسكول الثاني ونديروها مع لونطري ديال الأورلوج ديال الباسكول الثالث. مزيان. وبالنسبة لهاد جي وهاد كا غادي خصنا نعطيوهم يعني ان اللي هو الباور. نحطو الباور ديالو هنايا. اوكي، هذا تا هو نحطو ليه الباور ديالو يكون قريب حداه، وهنا نحطو الباور كما درنا يعني بالشيما ديال تيوري. دونك هكا نبرونشيو هاد الجي وهاد كتا هي ايضا ونعطيوها ان. نشدو هاد الجي وهاد كتا هي ونعطيهم ان. علاش كنعطيهم ان؟ باش يبقى الباسكول ديالنا كيعكس الاطا ديالو. تري بيان، دابا الحاجه اللي بقات لينا هي نخرجو لي سورتي ديالنا طلعت لهنا الفوق. مزيان، هنا تا هو نخرجو لا سورتي الثانيه كي بي.
اوكي نحاول نقادو كاع هادي مزيان. ونخرجوا لا سورتي الثالثه كيو سي. تري بيان، دونك دابا صوبنا الكونتور ديالنا كومبلي. اللي بقى لينا هو نديرو لي زونطري، نتراسيو لي زونطري دو فورساج افيك دي بورت لوجيك دو باز. يعني كما كنلاحظو هنايا غادي نشدو هو الاول هاد البورت لوجيك ديال الاند، نحطو هنا في الفوق، يعني هاد لونطري لونطري الاولى ديالتو غنديروها مع كيو ا، لونطري الثانية غادي نديروها مع كيو بي. يعني الا كان ان في كيو ا و ان في كيو بي غيخرج لنا في لاسورتي هنايا ان. غادي نحتاجو ايضا يعني بورت لوجيك ديال ناند، نحاولو نقادوه يعني كما عندنا في الشيما صوبنا. كيو سي غادي نديروها في لونطري الاولى، وهنايا يعني لا سورتي ديال هاد الاند نديروها في لونطري الثانيه. دونك الا كان هنايا كما قلنا ان وهنا ان غتخرج لينا غتخرج لينا ان، متفقين؟ وهاد ان الا دخلت لهنايا وهنا تا هو دخل ان، دونك غادي يعطينا هاد البورت لوجيك ديال ناند غيعطينا زيرو. هاد زيرو هو اللي كنكومونديو به اما البريسيت اما الكلير. حنا دابا في هذه الحالة عندنا كنكومونديو الكلير باش يرجع الباسكول ديالنا يعني للرقم زيرو. دونك هكا اللي كنديرو كنبرونشيو الكلير كاملين بثلاثة، وهكا كنكونو سالينا يعني الشيما ديال كونتور اسانكرون موديلو 7 باستعمال هاد الباسكول جي كا. غير وكان باش نديرو ليه كيما قلت لكم يعني البراتيك ونشوفوه مجموعين، يعني نديرو لافيشور ديالنا سات سيغمون، نحطوه هنايا لافيشور ديالنا، نديرو ليه الديكودور ديالو المناسب اللي هو 74 47، نحاولو نبرونشيوه، مزيان. كل وحدة كنحاولو نبرونشيوها مع ديالها. مزيان، هنا كما كنلاحظو كاين عندنا أ بي سي دي. هاد أ يعني كنديروها بالنسبة لاسورتي كيو أ، و بي ديال لاسورتي كيو بي، و سي ديال لاسورتي كيو سي أكيد. دونك نديرو هادي ديال كيو بي، وبالنسبة لهاد سي كما قلنا كنديروها مع لاسورتي ديال كيو سي. بالنسبة لهاد دي حنا ما عندناش، يعني أننا غادي نديرو ليها زيرو. الزيرو باش كنديروه؟ كنديروه يعني بالجراوند لاماس، الجراوند هو لاماس. نحطو لاماس ديالنا هنايا ونبرونشيو معاها هاد الدي. تخي بيان، اللي بقى لينا هما هاد ثلاثة باش يخدم لينا الديكودور ديالنا. غادي نعطيهم ان، والان هو الباور يعني اليمونطاسيون. الان غادي نعطيهم ان هنايا. بالنسبة لهنايا بما انه عندنا انود كومان يعني كيخدم، يعني غادي خصنا نعطيهم ان، وهكا كنكونو سالينا الكونتور ديالنا. يعني نحاولو نشوفوه دابا مجموعين على بركة الله. بسم الله، دونك زيرو ان دو تخوا كاتخ سانك سيس، و كيرجع للزيرو، متفقين؟ ان دو اتسيتيرا، كيوصل للرقم ستة و كيرجع للزيرو. دونك هذا كونتور اسانكرون موديلو 7، كيحسب لينا 7 ديال الارقام كما كنلاحظوا، من ان حتى ل 6 هي 6 زائد 0 هي 7، يعني 7 ديال الارقام اللي كيافيشي لينا
فهاد لافيشور ديالنا كما كنلاحظوا مجموعين. اوكي نتمنى الاخوان تكونوا يعني فهمتوا معايا هذا الكور. و الا كانت عندكم شي اسئله ولا شي ملاحظات ممكن لكم تخليهم ليا في كومونتير. اوكي وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. يلا تحياتي لكم. لا تنسوش تدعمونا بالضغط على زر لايك, شاركوا الفيديوهات مع اصحابكم اللي تاعهم الفائده, ونشوفكم في فيديو مقبل بحول الله. تحياتي لكم, كان معكم الاستاذ الياس موزوني من قناه نيرو اكاديمي, وما توفيقنا الا بالله. لا اله